نحن نتحدث بالفعل عن مأساة انهيار جدار ترابي كبير هنا بالقرب من محطة فاز. حاليا تم تخليص جميع العالقين، والآن تعمل طواقم الإطفاء بالتعاون مع جهات أخرى من أجل إنقاذ عالق تحت التراب. على ما يبدو تم الاتصال وسماع صوته هناك. نحن نعمل بمعدات خاصة، ولا شك بأن هذا الحادث يعني يعطينا أن نستخدم معدات حديثة تم بالمدة الأخيرة يعني توصيلها إلى الإطفاء والإنقاذ. مرة أخرى نحن نتحدث عن حادث ليس بالهين، مأساة كبيرة، ولكن الحمد لله يعني حتى الآن كما يقولون بالمال ولا بالعيال، ولا شك بأنه سيجري تحقيق حول هذا الموضوع، بما في ذلك أيضا توصيات للإطفاء والإنقاذ لمنع مثل تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل.